هل من الممكن أن يدعو الاتحاد الأوروبي أو هولندا أو النمسا أو ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي باتباع الخطة البريطانية بترحيل أو إرسال طالبو أو طالبي اللجوء إلى رواندا وإسكانهم في المخيمات التي بنيت هناك من قبل بريطانيا؟ لا أتصور ذلك، رغم أن هناك محاولات، لأنه الاتحاد الأوروبي الحقيقة البنية التشريعية والقانونية للاتحاد الأوروبي ومجموعة الاتفاقيات هي مقيدة كثيرا للحكومات، وبالتالي هذه الإجراءات تتطلب سنوات عدة حتى يمكن التخلص من بعضها أو التحلل من بعضها. فلذلك أنا أتصور أن المسألة هي في هذا الإطار، تكون يعني ليس فقط هي اتفاقية اللجوء، وإنما أيضا يعني ما تقره الأمم المتحدة التي أقرت هناك 22 عتبة لابد من تجاوزها حتى يعني يرفض لجوء هذا الشخص أو يرحل، وهي غير متوفرة في الدول التي يأتي منها، وخاصة مثلا بسوريا.